عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل. قال: قلت له: جعلت فداك فأخبرني ما أستريح له. قال: يا أبا محمد، ليس ترى أمة محمد فرجا أبدا ما دام الولد بني فلان ملك حتى ينقرضوا ملكهم. فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يسير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا، والله إني لا أعرفه باسمه واسم أبيه. ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع، يملأها عدلا وقسطا كما ملأها الفجار جورا وظلما. بحار الأنوار جزء 52 صفحة 269. في هذه الرواية يصف الإمام الصادق عليه السلام الرجل الذي يخرج قبل الإمام المهدي عليه السلام، باعتبار انه يقول: ثم ياتينا الغليظ القصر ذو الخال والشامتين الى اخر اوصاف الامام المهدي. يصفه بانه يشير او يسير بالتقى ويعمل بالهدى ولا ياخذ في حكمه الرشا، ويصفه ايضا بانه رجل منا اهل البيت. وهذا معنى هذا ان الاوصاف انه صاحب مقام قريب من العصمه المستحبه كمقام سلمان الفارسي، لا يدخل الناس في باطل ولا يخرجهم من حق. بهذا استحق ان يكون في هذا المقام، وهو من أهل المشرق من إيران. وبهذا نعلم من هم بني فلان الذين ينتهي ملكهم قبل بروز هذا السيد المشرقي. فلا يمكن أن يكونون هم بني العباس حكومة العراق الأخيرة، لأن بوار بني العباس في العراق يتزامن مع الظهور الشريف، يعني بعد بوارهم بشهر يظهر الإمام للكوفة. فهذا الذي يحكم قبل الإمام بهذه السيرة الطويلة من الحكم العادل، لابد أن يكون وجوده بعد بوار حكام آخرين غير حكومة العراق. أعتقد أن المقصود هنا هم حكم العائلة الشاهنشاهية، لأنهم أيضا يشبهون منهج بني العباس، فهم شيعة ظاهرة ويحكمون بالتوارث وبالبيعة، خصوصا كلمة ملك في الرواية بمعناها الحرفي متصورة في هذه الحكومة، بينما حكم العراق الأخير ليس ملوكيا بل جمهوريا. وهذا يشير إما إلى حكام الحجاز باعتبارهم ملوكي، وهؤلاء أيضا سقوطهم يتزامن مع الظهور الشريف. إذا لم يبقى مصداق لهذه الرواية إلا الحكم الشاهنشاهي الذي يسبق حكم هذا السيد الذي لا يأخذ في حكمه الرشا، ما يسبقه من هذه الدولة المقصود منها هو هذا الحكم، حكم الأسرة الشاهنشاهية، والذي يبدو أنه ينطبق هذا الوصف على سيد الخميني قدس سره الشريف. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طويل قال: وتقبل رايات من شرقي الأرض غير معلمة، ليست بقطن ولا كتان ولا حرير، مختوم في رأس القنا بخاتم السيد الأكبر، يسوقها رجل من آل محمد صلى الله عليه وآله، تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالمغرب كالمزك الأزفر، يسير الرعب أمامها بشهر. وردت في إلزام الناصب جزء الثاني صفحة 103.